بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وبلغنا بفضله ومنته شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام، يظلنا شهر رمضان أمة الإسلام هذا العام في مشهد لم تألفه الأمة من قبل، وهي تعيش شعورا غير الذي كانت تعيشه كل عام في فرحة وبهجة بإطلالة هذا الشهر الكريم. في ظل هذه الجائحة التي تشهدها البشرية كلها، وباء كورونا، فإنها تعيش مشاعر مختلفة، فيها قلق وذعر وخوف، فيها مرض ووفيات. كل ذلك حدانا إلى أن نتحدث في إطلالة رمضان مع مقدمه في ظل هذه الجائحة بوقفات ثلاث. الوقفة الأولى: شهر رمضان شهر خير وبركة ورحمة، ينبغي أن نستشعر في مقدمه معنى الفرح والسرور والابتهاج. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفرح بمقدمه ويبث الفرحة بين أصحابه بهذا الشهر. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. من ذا الذي يقول إنما نعيش معنى الفرح في حال الرخاء والسراء والسعة والسرور؟ في مثل هذا المعنى ينبغي جميعا أن نبتهج وأن نفرح وأن نسر، كيف لا وهو شهر عظيم يقدم وفي طياته الهبات والنفحات والمكارم الربانية العظيمة التي يستبشر بها المسلم، كيف لا، وتأتيه المغريات بالكرم والعطاء والقبول والعفو والمغفرة والعتق من النار. ينبغي أن نبث معنى هذا الفرح والسرور في أوساطنا جميعا أمة الإسلام، في بيوتنا، في أسرنا، بين أزواجنا وأولادنا. إي نعم، ليس أحدنا بأحوج إلى هذا المعنى من الآخر، كلنا ينبغي أن نكون في هذا سواء. ليس المكروب ولا المريض على السرير، ولا الذي يعاني ضيقة وكربة وشدة وذعرا وخوفا، ليس أولئك بأولى من غيرهم من الشعور بالفرحة بمقدم هذا الشهر المبارك. الوقفة الثانية هي خطوة أعلى من التي قبلها. لسنا فقط نبتهج بمقدم رمضان ونسر به ونفرح، بل إننا لنلتمس فيها الفرج. شهر رمضان يقدم ومعه كثير من معاني الخير والبركة. أو ما شعرتم أن الشريعة لما دلت على اختلاف أحداث الكون بمقدم هذا الشهر المبارك، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النار، تصفد فيه مردة الشياطين، أحداث كونية عظام تصحب هذا الشهر المبارك. فينبغي أن نعيش معنى انتظار الفرج والفرح بمقدم هذا الشهر، كيف لا، فرج ينزل من رب كريم في شهر مبارك وأيام فاضلة، كيف لا، وأبواب الجنان مفتحة والدعوات صاعدة والإجابة متحققة، كيف لا. وفي الأمة صوام بالنهار قوام بالليل يعيشون معنى التقرب إلى الله، وفيهم من لو أقسم على الله لأبره. فأحسن الظن واجعلوا من رمضان موسما للفرج تعيش معه النفوس بهجة وفرحة وسرورا. الوقفة الثالثة أيها المباركون، في ظل هذا الحجر المنزلي والبقاء الإجباري، نجد فرصة سانحة توظيف الشهر واغتنام الفرصة واستغلال هذه الأزمنة نحو معاني الإنجاز وتحقيق الأهداف والاقتراب من الله أكثر فأكثر. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يلقى جبريل عليه السلام كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. التفرغ للأمور العظام يتحقق في رمضان، فرصة متهيئة بالتمام لأن يكون لنا في رمضان هذا العام من الاشتغال بالطاعة والانكباب على العبادة والأخذ بأيدي الأولاد والأسرة والأهل جميعا، لنتسابق في سباق حميمي مبارك نحو الطاعات وحصد الخيرات والصعود في أعلى الدرجات عند رب كريم في أيام فاضلة مباركة وأزمنة عظيمة محبوبة عند الله. ألا فاجعلوا من أيام هذا الشهر ولياليه فرصة لمزيد من القرب، مزيد من الإنجاز والعطاء. دعونا نعيش هذه المعاني العظام في طيات هذا الوباء الذي اكتنف الناس
الناس فعاشوا معه ذعرا وقلقا وهلعا وخوفا. أما إن الشهر مبارك وإن الرب كريم سبحانه وتعالى. نسأل الله جلت قدرته أن يهل علينا وعليكم هذا الشهر المبارك بالأمن والإيمان واليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله شهر خير وبركة ورحمة وفتح ونصر وعز للإسلام والمسلمين. اللهم ارحم البلاد والعباد واكشف الغمة وارحم الأمة وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.